خايفين كثير لأنه الآن المغرب يوجد في حالة اختناق، ما عندوش الغاز، ما عندوش بترول، بالطبع الجزائر قطعت على الغاز. المغرب أنا بالنسبة لي ما عنده حتى سيادة الآن، المغرب الأرض المغربية صارت أرض يعني معسكر غربي واضح، وإحنا بالطبع الكيان الصهيوني المغرب هذا حادثة تاريخية خطيرة جدا جدا، خطيرة جدا. انا ليست مجرد تبع ديال السلام عليكم خوتي الاعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقه جديده. كنتمنى باش تكونوا بخير ودوزتوا النهار ديالكم مزيان، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم والتفاعل ديالكم معنا في القناه. اليوم جبنا جوج ديال المقاطع ديال الاعلام الجزائري. المقطع الاول لواحد المحلل جزائري كيهضر على التطبيع ديال المغرب مع اسرائيل، وكيهضر على الحدود ديال المغرب والجزائر، وخايفين وكيقول لذاك صحابو اللي معاه في داك البلاطون. المهم راكم عارفينهم بحال اللي جالسين في شي قهاوي، واحد كيدخل ويخرج منها، المهم الاستفاده ما كيستافد حتى شي واحد. قال لك بان سيدي المغرب ما عندوش سياده على الاراضي ديالو، وجابنا اسرائيل ودابا حنا رحنا خايفين. والمهم شدهم صريصره خوتي العزاز. والفيديو الجاوج اللي غادي نشوفوه محلل جزائري على قناه جزائريه كيقول بان المغرب حاليا كتعيش حاله نتاع الاختناق، وكتدبر على الخطه كيفاش دير باش تربط هذا المشروع ديال نيجيريا المغرب، وحنايا حنا قوه ضاربه وحنا ما غادي يقد علينا حتى شي واحد. المهم الكراغيله ملي كينوضوا كيبقاو يهضروا، دائما كيبقاو كيحكروا المغرب، والمغرب ما دارش، والمخزن والصهاينه، وجابوا لنا الحدود وحنايا الانبوب وهذا المشروع، وهذا المشروع ما كاينش اللي غادي يديه لنا وحنا اللي غادي نديوه. وعلاش هما غادي يدوروا مثلا 13 نتاع الدوله ولا اكثر من 13 دوله؟ علاش خاصو يجينا حنا ديريكت؟ المهم خوتي العزاز هاد الناس كيبغيو غير راسهم، علاش ما يدوش على 13 دوله وهاد 13 دوله كامله تستافد؟ خوتي العزاز ما غنطولش عليكم، غادي نمشيو نشوفوا الحلقه، وماذا بكم تفاعلوا معنا بالفيديو بشكل كبير. الناس اللي مازال ما اشتركتش معنا مرحبا بكم، اشتركوا معنا وفعلوا الجرس، مازال ما درتيش لايك دير لايك للفيديو. يلا نشوفوا الحلقه ونتلاقاو في النهايه. تعليقكم على مبادره او تعليق قضيه اتفاقيه الصداقه وحسن الجوار مع اسبانيا، ما رايكم ايضا في الزيارات المسؤولي الكيان الصهيوني ايضا للجاره المغربيه في كل طبعا والنخبه الجزائريه والشعب الجزائري لازم يعرف باللي رانا في مشكل لازم له حل. احنا نستحي حلول، ما نستحي تأزيم، واضح. احنا نفرح لما نعود للسؤال فرصه الحلول. بالنسبه للسؤال بالطبع شوف احنا موقفنا واضحه بان المغرب صار قاعده الكيان الصهيوني لفرنسا للغرب، وحنا واخطر شيء رانا فيه اللي رانا نبهنا ليه يعني كثير من المسؤولين، ان الحدود الجزائريه المغربيه لم تصبح حدود متازمه بين الجزائر والمغرب، اصبحت حدود ازمه بين الشرق والغرب، بين الشرق والغرب، لان المغرب انا بالنسبه لي ما عنده حتى سياده الان، المغرب الارض المغربيه صارت ارض يعني معسكر غربي واضح، واحنا بالطبع احنا اصدقائنا حلفائنا في المجال العسكري الروس. الروس اذا انت كي تعود في هذه الوضعيه لازم تخاف الى تطور الامور، لازم تخشى لتطور الامور، لازم تخشى. انا لما نشوف باللي من بين المشارقه واللي راح جايه هي قضيه لي ريزيرفيست روسيه، لا 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 انا على بالي، لا لا حبيت نقول، حبيت نقول باللي الوضع خطير، الوضع خطير. هي هناك قاعه وتصل الاتيان، شوف الاتيان تاع المغرب للكيان الصهيوني المغرب هذا حادثه تاريخيه خطيره جدا جدا، خطيره جدا. انا ليست مجرد تطبيع دبلوماسي فقط، لا معنى الجزائر انتقلت الى الجزائر مهدده بكل تاكيد، الجزائر مهدده، ولكن احنا نستطيع ان نتجاوز هذا التهديد بالجبهه الداخليه اولا، هذا هو الصح، توحيد الجبهه، بتوحيد الجبهه بالاقتصاد، الاقتصاد نجمع المواطنه مرتبطه بالوطنيه، والوطنيه مرتبطه يعني بالاحوال تاع الناس في كيف راهم عايشين، كرامتهم، يعني لازم الشعب الجزائري يشعر باللي عنده مستقبل في بلاده. انت ما تقدرش يعني ما تقدرش تضمن باللي كل الجزائريين مستعدين يضحيوا من اجل بلادهم، هذه ما كانش في التاريخ. الثوره كي بدات بعدد قليل، نهار اللي الزخم تاع الثوره مشى الناس اللي لحقوا بالثوره. اذا ما تحلمش يعني انت لازمك تكون عندك سياسه اللي تخلي الجزائري يشعر باللي مستقبله في بلاده، وان دفاعه على بلاده هي كرامته، وان الدفاع على بلاده هو دفاع على نفسه، دفاع على اولاده، دفاع على مستقبله. الاقتصاديه ربما هناك بعض المراقبين يتكلموا على نسب مهمه من حيث التنميه الاجتماعيه، التنميه الاقتصاديه،
كل هذا يرافق مشروع إمداد أنابيب الغاز من نيجيريا عبر النيجر إلى الجزائر، إلى عبر الجزائر إلى الأسواق الأوروبية. اللي الجيد في هذا المشروع هذا هو أنه راح يسرى تقارب استراتيجي ما بين دولتين كبيرتين في أفريقيا، الجزائر والنيجيريا. يعني التأثير بالنسبة للدول هذه راح الإفريقية يكون تأثير كبير. النقطة الثانية كذلك ممكن أنه نخلق لجنة صداقة أو تعاون مع المستثمرين النيجيريين. يعني قلت لك أنه كثير من النيجيريين مستثمرين في شركات كبرى في الخارج بالطبع اقتصادي؟ بالطبع في عدة ميادين، لأنهم عندهم صناديق استثمارية كبيرة لنيجيريا وموجودين في الولايات المتحدة، في بريطانيا، في أوروبا، أولية يعني عندهم كبيرة، عندهم أمور كثيرة هذه بالطبع. لكن لابد تكون في احتياط، لأنه نيجيريا لابد الإنسان البزنس إز بزنس، يعني الواحد أكيد. يكون أحد نقطة أخرى كذلك القوة هذه الاقتصادية في المنطقة هذه. أوروبا بالطبع ربما تنزعج نوعا ما لما تكون لوبيات قوية في إفريقيا، لأنه بالنسبة لها إفريقيا ككل هي مواد أولية تأخذها بسعر رخيص جدا وتصدر المواد نتاعها نحو إفريقيا. الآن في تطور في إفريقيا، نشوفوا دولة مثلا كيما رواندا، كينيا، نشوفوا إثيوبيا اللي تطور، نشوفوا الغانا، نشوفوا الغابون، نشوفوا غينيا الاستوائية. يعني دول كثيرة راهي قاعدة تنطلق في الازدهار نتاعها في إفريقيا. وبالطبع اللوبيات اللي راهي موجودة الآن اللي تحارب في هذا المشروع، كاين يعني الأمور الجيوسياسية والجيوستراتيجية، لأنه خايفين كثير، لأنه الآن المغرب يوجد في حالة اختناق، ما عندوش الغاز، ما عندوش بترول. بالطبع الجزائر قطعت على الغاز، ولو هذا الأنبوب هذا يمشي هنايا بالطبع الأزمة الطاقوية وما يتبعها يعني الأزمات الأخرى عبء كبير. الشعب المغربي الآن يوجد في عتبة فقر خطيرة جدا، وممكن أنه تكون في انهيار أو ربما انفجار كبير في المغرب. وهذا بعض الدول الأوروبية وبعض الأصدقاء أنت على المغرب يريدون يحافظوا عليه. إذن فالآن لابد أن ينظر من زاوية أخرى، لأنه بالنسبة لنا إحنا الخط النيجيري هذا راح يكون لصالح الجزائر أكثر. ونتمنى وان شاء الله الخير للجزائر وهذه الدولة ان شاء الله تعالى. ربما يشار لي انه استاذ سلامي. صراحه خوتي الاعزاز، بيني وبينكم الحلقه اللي كنتفرجوا فيها كتنسينا في الحلقه اللي دازت. الاعلاميين الجزائريين دائما كيجيبوا لنا الجديد، ملي كيجيبوا شي محللين جزائريين كيحطوهم في شي بلاطو ما كيقنعوهمش، وكيرجعوا كيقلبوا لنا على الجديد وكيجيبوهم. ولكن حنا ملي كنشوفوا شي محلل جا جديد كنقولوا ربما هذا دي هضر بشي طريقه زويونه، وهادي هضر بشي هضره نقيه غادي نستافدوا منها مثلا حنا كمغاربه ولا كجزائريين. ساعه ما كاينش شي مسقيه مغرب واحد كيف ما كنقولوا، 10 في عقل. هادي الاعزاز كنتمنى باش تكون عجبتكم هذه الحلقه، وتبارك الله عليكم والى حلقه اخرى. الناس اللي مازال ما شاركتش معنا مرحبا بكم خوتي الاعزاز، شاركوا وفعلوا جرس، مازال ما درتيش جيم دير جيم للفيديو. وتبارك الله عليكم والى حلقه اخرى ان شاء الله. وديما مغرب.